إذن لمناقشة اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني تصريح لنائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب يقول إن لبنان حصلت على كل مطالبها، هل ترون ذلك أستاذ علي؟ مساء الخير، أهلا بكم. في الحقيقة تصريح الياس بوصعب كان التصريح الأول، تبعه سلسلة تصاريح لرئيس الجمهورية، هناك بيان صدر عنه بهذا الخصوص، وأيضا لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماعه مع وفد من توتال. الحقيقة مسألة الحصول على الحقوق أشبه بالأحجية، فالتعديلات التي رفعها لبنان ردا على ورقة الوسيط الأمريكي، كلنا يعلم بأن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد أعلن رفضه لها وهدد بالويل والسبور، فجأة يوافق الكيان الإسرائيلي والجانب اللبناني أيضا على النص ما سمي بالنص النهائي للاتفاق، وهذا الأمر يعني يبدو واضحا وجليا بأنه نتيجة ضغوط كبيرة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل وضمنت لها أمنها في هذا المجال. لكن المتحركين على المشهد إعلاميا في هذا السياق هم الواجهة، لأن المفاوض الحقيقي أو التفاوض الحقيقي كان بين الولايات المتحدة وإيران في إحدى الدول الخليجية، ويرجح بأن قطر لعبت دورا مميزا في هذا في هذا السياق لإخراج هذا الاتفاق. في لبنان نصر الله منذ قليل السيد حسن نصر الله كان يتحدث ويخطب ويقول الليلة لن نصعد الموقف، نحن نحتاج إلى الصفيق التصفيق والفرح، ويعني يعتبر أن في الأمر انتصار. في الحقيقة هو يعني يسلح نفسه بأنه لا يعترف بكل الخطوط، لكن من الناحية العملية هو أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية بتقديم التنازل عن كامل حقه كريش انطلاقا من الخط 29. الخط 29 للمناسبة أنشئ في لبنان جمعية من كبار أساتذة الوثائق وعلم التضاريس التاريخية والجغرافية والمائية للدفاع عن الخط 29، وقد صنفت هذه الجمعية برئاسة الدكتور المرموق المعروف عربيا وعالميا عصام خليفة، صنفت ما تقوم به السلطة والمنظومة في لبنان بالخيانة التي ينبغي أن يحاكموا عليها. أستاذ علي، على ذكر حسن نصر الله، ولكن يعني قبل ما يقرب من 4 أشهر توعد السيد حسن نصر الله الاحتلال بعدم التمكن من استخراج النفط من حقل كاريش المتنازع عليه. في هذه الحالة كيف سيواجه جمهوره؟ أبدا، هو الحق المتنازع عليه، لكن سلم بالأمر في المفاوضات على اعتبار أن لبنان يريد حق القناة، كامل حق القناة، مقابل أن تأخذ إسرائيل حق الكاريش. رفع معادلة قانا مقابل كاريش، لكن القطب المخفية في الاتفاق الذي لا نعلم عنه شيء والذي سيناقشه الكنيسة الإسرائيلي غدا في جلسة استثنائية، ولا يعرف اللبنانيون شيء عن هذا الاتفاق، يكتشفون بأن هناك جزء من الصفقة أبرمتها الولايات المتحدة بين توتال وإسرائيل، شركة توتال العملاقة الفرنسية، التي ستقوم بدفع نسبة من أرباح إنتاج حق القانا اللبناني للكيان الإسرائيلي. طيب، وهنا النقطة أستاذ علي، يعني الاحتلال الإسرائيلي وصف هذا الاتفاق وصفه بالتاريخي، هذا يدل لي شخصيا على أقل تقدير معناه أن إسرائيل حصلت على كل ما تريد وأكثر، هل هذا ربما الخيار في محله؟ في الحقيقة إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية وصفت الاتفاق بالتاريخي. منذ قليل نتنياهو وصفه بالخضوع التاريخي. منذ قليل أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الاتفاق بالاختراق التاريخي. في لبنان يتحدثون أن الاتفاق يلبي المطالب اللبنانية، لم يتكلموا عن التاريخ وما التاريخي. أنا أعتقد بأن أي اتفاق، هذا الاتفاق تحديدا، فيه مصلحة جوهرية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأمر
بوصفها هو الغرب الأوروبي صانعة للكيان الإسرائيلي وحاميه، هي نعم تأمره بالموافقة وعدم الموافقة على هذا الاتفاق. اللحظة السياسية الدولية الاستراتيجية الحرجة تحتاج فيها أوروبا والولايات المتحدة لنقطة غاز من أي بقعة في الكوكب، فكيف إذا كانت هنا ولو أدى الأمر إلى تنازلات شكلية بين بعض الأطراف؟